كابتن حسام غالي طبعا كلنا اتعلمنا منه. انا ليا شرف كبير ان انا اتمرنت مع كابتن حسام، يعني اسطوره، يعني من اسطوره الكره المصريه. زي ما بقول لك كده، انا واحد بتعلم منه حاجات كتير، انا اتعلمت منه حاجات كتير، اصرار وكل حاجه. يعني زي ما تبص الكره ديت، يعني كابتن حسام علمنا حاجات كتير قوي. انا يمكن قعدت فتره قصيره قوي بس اتعلمت منه حاجات كتير. ان شاء الله هو ينجح في اي حاجه. كابتن حسام حاجه كبيره قوي.